يعني رسالة الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد إلى العالمين أجمعين لإتمام مكارم الأخلاق فقط. اختزلت هدف الرسالة كله في هذه الجزئية. هذه هي فلسفة البعثات كلها. ال 120 ألف نبي جوها عشان خاطر يعمل الأخلاق. يقوموا من أخلاق. يقوموا أخلاق البشر. وجاء سيدنا رسول الله عشان يعلي قيمة هذه الأخلاق للوصول إلى تمامها وإلى كمالها. لأن الرسول هو تمام المكمل ده. فبالتالي هو جاء بأيقونة النجاح من شرور المستقبل ومن شرور الماديات اللي لأنه كان الله يعلم أن هذه الحياة سوف تستمر على هذه الشكلة وعارف أن في ماديات لسه جاية لو ما عندك أخلاق هتحصل مصائب كبيرة جدا. يعني لما تسمع كده في حيات كده مش دول نذكرها على الهواء هتلاقي إيه ده عشان ما عندهمش أخلاق. لو عندهم أخلاق ما عندهمش كده. فبالتالي إيه يبقى أنت لازم ترجع للبعثة المحمدية وتفعل معاملات النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بينك رحمة وتسامح وأنك أنت في الآخر لا تعتمد على المادة وحتى المادة خذ نصيبك منها بقدر ما يوصلك إلى مراد الله فيك. دي مهمة جدا ولازم تذكرها تماما وتعلمها للذين المسؤولين منك من ولادك ومراتك وأخواتك وأصحابك عشان تقول لهم اتقوا الله في رسول الله لأن فيكم رسول الله فيكم رسول الله. فبالتالي لما يبقى فيكم رسول الله ولا تأتمر بمراد رسول الله صاحب البعثة الأخلاقية أنت الآن سيبك بقى من مظاهر عبادتك خليها لك. خليها لك احنا هناخد منك أخلاقك وسيادتك. فهم اللي بيعملوه دلوقتي إنه هو يفصلك عن الأخلاق. ويفصلك عن الأخلاق إزاي؟ يفصلك عن 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 مرات رسول الله. وده اللي كان عمله الجماعة بتاعت الكونغرس البريطاني اللي قال لك انت المسلمين ما قدرش تطلعهم من دينهم. طب نعمل لهم ايه؟ لا انت سهل نطلعهم من دينهم مش خليهم يرتدوا. لا علمهم بس الكذب وعدم الامانة وعدم اتقان الاشياء يبقى خارج عن مرات رسول الله. خلاص حياة بسيطة خالص. شو بقى الكذب اللي ظهر كده هو؟ الكذب السياسي والكذب الاقتصادي والكذب الاجتماعي وكذب المسؤول وكذب المسائل كله يبقى واحد بيشهد وكذاب. لا بدأ عنده أخلاق. معنى كلام حضرتك الأخير أن هناك قوى ما أو حضارات ما أو مجتمعات ما هي التي تسعى إلى خراب أخلاق المسلمين إلى خراب أخلاق والمسيحيين كمان. نعم. والمسيحيين عشان يبقى كلامنا واضح كمان ده موجودة كده هون. الشرق الأوسط ده هو شرق الأنبياء وشرق الأنبياء شرق الحضارات شرق إنسانية الإنسان المكرم المعظم خد ستك لازم يلعبوا فيه. لكن في الاخر انت كمسؤول بتنمي فكر او بتربي انسان عليك ان تعي تماما ان هناك شرور تبث لخروج الناس من مراد الانبياء كلهم وتحولك بدا الى ايه الى جاهليتك مره اخرى. طب مره اخرى يا دكتور فساد اخلاق بعض مجتمعاتنا المسلمه في هذا التوقيت بفعل فاعل وليس عن ضعف من المسلمين او فتورهم وعدم اخذهم بدينهم. لا فطورهم وعدم أخذهم بدينهم بس يعني إيه مش التشتت بالدين اللي هو العلم بالدين عشان تبقى واخد بالك. نعم. العلم بمراد الدين العلم بمراد الدين ولذلك لما تشوف المراد الدين أن تكون عليما خبيرا ولذلك أول آية في القرآن هي أن تتخلق بمراد ما سوف يأتي في القرآن لتكون على مراد القرآن. يقولك اقرأ دي أمر عشان خاطر انت ما تبقاش جاهل لانك لما تبقى جاهل تبقى انت عبارة عن خزانة مظلمة اي واحد يلعب في مخك. لكن لما بتبقى متعلم قارئ فاهم بعقل مدبر مفكر انت هتقول لك لا دي الغس غس والسمين سمين وتلاقي نفسك كده زي أقولة النور كده هو ان حينما يراك الناس يعني يرتبطونك يبقى كحسين بك انك انت انسان ذو خلق عظيم. احنا نقصنا مكارم الاخلاق المحمدية التي تيسر ولا تعسر التي تبشر ولا تنفر التي تحبب ولا تبغض دي قضية في غاية الأهمية دي مكارم الأخلاق. طيب الأمم تنهض هذه الفكرة واضحة في حديثك الأمم تنهض وترتقي بمكارم الأخلاق. نعم. ولكن حضرتك إذا ذهبت لأرض الواقع في وقتنا الحالي ستجد الصورة مغايرة أو مختلفة. هذه الشعوب وهذه الأمم التي تنادي شرائعها بمكارم الأخلاق وكل هذه القيم التي أشرت إليها تجدها في آخر ركاب الأمم المتقدمة والشعوب المتقدمة. تجد أن الحضارات المهيمنة الآن على العالم لا تجد فيها هذه القيم حاضرة كما سبق وأوضحت. لا هو أنت عارف هم خدوها بس ما خدوهاش من زاوية الدين خدوها من زاوية أن هنتقدم. يعني هقول لك إيه لما تبقى العمل بتاع شركة مرسيدس شركة نوكيا شركة دايو
شركه تويوتا متقن ولا مش متقن؟ هو اي شركات احنا لا نريد ان نستشهد لك لا تعتبر دعايه بس لا ما تماما اي شركات اي شركات من الشركات القويه العظيمه دي متقن ولا مش متقن؟ لانها بتحقق نجاحاتها اكيد متقن. اذا احنا طب الاتقان ده اخلاق مسلمين ولا مش اخلاق مسلمين؟ ده في صلب دعوه الاسلام. اذا احنا اللي فرطنا في سلم قيم الاخلاق فطلعنا للتخلف. لكن انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل التخلف امر سماوي ام دعوه نبويه ام قرار سلطاني ام رسوم ملكي ام قرار جمهوري او تنفيذ وزاري؟ جاوبني انت على السؤال ده. التخلف انا في حل من الاجابه على يبقى اذا التخلف ده احنا عشقناه بجهل وبرغبه فتحمل مسؤوليتك. لكن لما تيجي نشوف الاديان ماذا قالت؟ قالت تقدموا، قالت انهضوا، قالت افرحوا، ان الله يحب ان يعمل احدكم عاملا ان يتقنه وقل اعملوا فسيرى الله. شوف لما عملك هيعرض على ربنا شكله ازاي؟ لابد ان يكون مبهجا ومفرحا لصاحب العمل ولمن يستغل هذا العمل. يبقى احنا اللي وصلنا لهذا التخلف من نتيجه فقد قيم الاخلاق. انت لما تدين عمل متقن انت بتفرحني. وانا بقولها للناس الصناعيه دول، اتقي الله في صنعتك، في صنعتك، لان الصنعه بتاعتك هتفرحني انا، ولو تفرحني ربنا سبحانه وتعالى هيبص لك ويحبك. انت فقدت قيمه الاتقان، انت الان في خارج نطاق الاخلاق التي جاء بها سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذه قضيه مهمه جدا. فلما اتكلم الامه بتقدمت ازاي؟ تقدمت ان هي خدت ماده الاخلاق وشغلتها. واحنا اللي اخذنا الماده ولا المعنى. فوصلنا الى هذه حاله التردي. يبقى 90 مليون بيدوروا على طعامهم ودوروا على غذائهم ودوروا على سلاحهم ودوروا على وقودهم. لا دي قضيه تبقى في صحبه. ما يرضاش ربنا كده. ما يرضاش ربنا كده. انت لا تعمل واخد بالك، واذا عملت لا تتقن، واذا اتقنت لا تستمر في اتقانك. فبالتالي انت لازم تستفيد من التاني اللي كل يوم بيعمل اتقان. قضيه غايه الاهميه. الانسان بعقله وبمرجاء الانبياء ان تسعد في حياتك وتسعد الاخرين. انت فقدت القيمه دي خلاص. ولكن يعني حضرتك لسه مأكد على المعنى حالا ان هناك من يتربص بأمة الإسلام. من يتربص؟ حتى وإن أخذنا بمكارم الأخلاق يا سيدي. وكل تربص هناك تربص في الإسلام أستاذ سيحول معاك. التربص اللي موجود لكل الأديان، لأن كل خير وراءه شر يتربص به. عشان ما نقولش النهارده ده مش كان بيتربص قريش بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبيتربص الناس بسيدنا عيسى اليهود، واليهود بيتربص بسيدنا موسى. التربص موجود. لا انا قصدي يا دكتور انه حتى وان قرر المسلم ان ياخذ بكل هذه القيم هناك من سيقطع عليه الطريق. لا مش هيقطع عليه الطريق. لما يكون قوي ما يقطعش الطريق. ولذلك المؤمن القوي خير واحب الى الله منه. القوه دي القوه البتاع واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. والمؤمن القوي ربط القران بالاحاديث هتديك مكارم الاخلاق. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. والقوه بس مش من سلاح ومن رباط الخير، ومن علم. ومن علم. عشان ما تحتاجش العلم الاخر. عشان ما تحتاجش العلم الاخر. طلب العلم فريضة لأنها تؤدي بك إلى مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق أن تكون عابدا لله بحق ما جاء به رسول الله. دي قضية غاية الأهمية. لازم تحط الأمور وتربطها في سياقها. هتلاقي نفسك أنك أنت مضطر أنك أنت تعود إلى مكارم الأخلاق عشان تحسن علاقتك مع خالقك. دي مهمة جدا. لكن اللي بيتربص بك هيتربص بك لغاية يومه. ما في خير إلا ما يتربص له شر. ما فيش خير في الدنيا كلها إلا ما يتربص به شر. إذا ما تربصش بالإنسان الشيطان بيتربص بيك. الشيطان بيتربص بيك. فبالتالي حتى الإمام يعوز يقول لك إيه؟ أن يوسوس لك الشيطان خير من أن لا يوسوس لك. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إذا بيوسوس لك الشيطان أنت ما زلت على طريق الخير. نعم. فبقول لك تعال ارجع، لكن إن لو يوسوس لك الشيطان أنت بك صديقه. صديقه ورفيقه يوسوس لك لما أنت معاه في جنوده. هو بيدور على واحد لسه شارد منه فيقول له تعال لي. فبالتالي انت هو التربص ما زال قائما وما زال موجودا حتى يوم القيامه. فازاي احنا عفت محاربه التربص للوصول الى مراد الله فينا؟ دي بالنسبه لي عباده. 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 انك انت تعطي خير من ان تاخذ عباده، مش اليدعيه خير من السفلى، هذه اخلاق. انت لما تشحت انت ولذلك لك ايه؟ انت اللي بيشحت من غير ما يكون طالب شحاته او مش محتاج شحاته. يقول لك ايه؟ من سال الناس غير حاجه جاء ولحم وجهه يوم القيامه متقطعا. لانه اساء لنفسه واساء لربنا سبحانه وتعالى الذي هو مالك العطاء. قضيه مهمه جدا. نعم. ولكن منذ قليل حضرتك اوضحت فيما اوضحت وكاننا اصبحنا كالبيت الخرب. نجح الطرف الاخر في احداث شكل من اشكال الخلخله في قيمنا الاخلاقيه.
فكيف الوصول الى هذه المساله وقد يعني ساءت الامور الى الدرجه التي وصلت اليها ما وصلت اليه؟ احنا محتاجين اذا نقول ايه يعني محتاجين مخلص امين. نعم. هو البيت مش خرب، البيت فيه خلل. عشان ما تقولش خرب يبقى ما فيهوش فايده تاني. لكن البيت فيه خلل. خلي التشبيه ده على مسؤوليتك انت. على مسؤوليتك انت، لكن البيت فيه خلل. فبالتالي عشان نعيد البيت من الخلل علينا ان ناتي برب بيت او بمسؤول ليملك الاخلاص كله وليس له غرض غير ان يصل بنا الى الله. هتلاقي البيت اللي فيه خلل ده بسرعه يتعاد نظامه، زي ما احنا قاعدين في الاستوديو ده، ممكن جدا يبقى فيه خلل، لما يجي واحد مسؤول كويس يعيد صياغته مره اخرى ويشتغل. احنا قادرين نشتغل لان زي ما قلنا في البدايه ان الله طبع ذاته في كل ما خلق، فبالتالي ايه؟ لما انت ما تبقاش على مراد الله ربنا كده ايه يسيبك لنفسك شويه، اول ما يسيبك لنفسك تحس الخلل ده. انا احيلك الى بعض الدراسات اللي بتشير بس حلو انا ما عنديش حاجه موثقه ولكن هي بعض المعلومات التي تاتي بين الحين والاخر. اتفضل. ان نسبه الالحاد ارتفعت بين شباب العرب والمسلمين في الفتره الاخيره. يعني هذا ملمح من ملامح البيت اللي فيه خلل، بلاش البيت الخارج. انا بس عايز احط ايدين حضرتك على الواقع. نعم. لكي تدرك حجم المأساة. انت حضرتك بنفسك اعترفت انه الاخر نجح في اختراق بعض القيم الاخلاقية وبدأ العبث في منظومة اخلاقنا. فالمسألة يعني مفزعة وليست هينة. انا بقول مفزعة جدا. انا شايف الافزاع ده في احفادي. ان هم اول فزع ليا ان هم ما بيتجيبوش للاب والام. نعم. ما وصوهم لان خلاص هو دخل العالم الافتراضي. انا نفسي مره اقول لك انا كيف نعيد صياغه الانسان من العالم الافتراضي. النهارده العالم الافتراضي في كل ما يحتاجه الطفل والشاب، فلا يحتاج لك ولا لفكرك، والعالم الثاني كده يعطيك السم في العسل. فبالتالي انت معاك الايباد ومعاك التابلت ومعاك التليفون الظريف اللطيف ده، مالكش دعوه بالدنيا خالص، انت فاصل نفسك عن الدنيا. فالتالي لا تسعى ولا تؤتمر باخلاق ولا تستجيب لدعوه ولا تحقق مراد الله فيك. انت الان داخل هذا السم الذي دس لك في العسل، فمحتاجين بقى زي ما تقول انت ايه بيحصل. بيحصل وحيزداد حيزداد، لكن اين المخلصين من أمة رسول الله للعودة إلى مراد رسول الله؟ دي مهمة جدا. أنت وأنا في الحالة دي مسؤولين. بنصح أولياء الأمور إن الرسول جاب حسن الأخلاق، جاب مكارم الأخلاق. أول ما بنوز الأخلاق هو في ولد أو بنت يبقى بيكلم أبوه كان زمان هو قاعد هو جالس؟ استحالة. نعم. طب إيه اللي حصل دلوقتي؟ ده بيكلم أبوه رجله على رجل، بيكلم أبوه وبيدخن سيارة. ده إذا في خلل في الأب والأم، إن تأثيرهم المعنوي لم يصل الى تحطيم ماديات سوء اخلاق ابنائهم، فبالتالي حصل هذا الهرج وهذا المرج. طيب حيزداد؟ حيزداد حيزداد حيزداد. الولد اللي ما يحترمش معلمه، الولد اللي ما يحترمش كبيره، مش الولد يعني الولد والبنت. نعم. كلهم دول شخص اللي ما يسمعش النصيحه. ما هو من سوء الخلق من سوء الاخلاق. نعم. ومن خلل الانسانيات الا تسمع النصيحه، تسد ودانك عن النصيحه. فبالتالي محتاجك انا بقى اجيب لك حاجه كده يعني تسقط بودنك عشان تسمعني، لان انا عندي خير كويس لي عشان خاطرك انت. وده محتاج بقى ايه مؤسسات التربيه ومؤسسات الاعلام ومؤسسات الدين اللي تلحق قبل ما يجي بقى ايه الكارثه الكبرى اللي انت بتقول انها بدات في كثير من الاوطان العربيه والاسلاميه بالشكل اللي انا ما ارضاش اقوله ثاني، ان يبقى في الحاد. نعم. ده 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 انت عارف الملحد ده ظالم لنفسه وظالم للاخرين، وبعدين ده خارج عن 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 نطاق الانسانيات، فبالتالي يعمل كل حاجه، يعمل كل حاجه. ده الالحاد ده وصلك للمصايب انها ما تقدرش تكلمها في برنامج محترم زي كده خالص. نعم. لا ده صعب. اتفضل. الانبياء جميعهم اختلفوا في دعوتهم لحسن الخلق؟ لا اطلاقا يا مولانا. يعني لا 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 لا, لا انا لا اقصد الاختلاف، انا يعني تميزوا او تباينوا في طريقه دعوتهم لحسن الخلق اطلاقا. ما هي دعوه انت لو تشوف 120 الف نبي ورسول جه كلهم عشان خاطر يشيلوا فساد في مجتمعاتهم. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين كان رحمه للعالمين. نعم. كان رحمه للعالمين، جاب كل ما في المميزات في 120 الف نبي.